كوبايتين ونص من الدقيق. تمام، انا اخدت من الدقيق ده معلقه يا جماعه يا ريت تدخلوها لي. تمام خلاص لقيته ماشي. ونص كوبايه من الزيت، عندنا هنا كوبايتين ونص دقيق، نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، هنحتاج 2 بيضه ومعلقه صغيره من الفانيليا، معلقه كبيره من العسل الاسود، ومعلقه كبيره من بيكنج باودر. هنحتاج كمان رشه ملح، وللتغليف هنحتاج شوكولاته خام دايبه. بس كده، دي المقادير بتاعتنا النهارده. تعالوا بينا بقى علشان نشوف هنعمله مع بعض ازاي. تعالوا بينا ناخد بيضتين، ناخد معاها نص كوبايه السكر، وناخد كمان الفانيليا، ننزل كل كميه السكر بتاعتنا. لو عندنا مضرب كهرباء طبعا هيسهل علينا جدا جدا، ما عندناش فممكن بمضرب يدوي، ونشد على نفسنا شويه كده لغايه ما نلاقي الخليط لونه افتح والدنيا بقت تمام. كده احنا بنضرب البيض مع السكر مع الفانيليا كويس جدا جدا علشان السكر يختفي تماما. بعض كويس قوي لغايه ما احس كده ان حبيبات السكر خلاص تلاشت تماما. تعالوا نجيب بقى طبق عميق، بس انا هحط الزيت الاول معلش. ناخد كده مقدار الزيت اللي هو نص كوبايه ونكمل خفق. انا النهارده قصدت ان انا احاول اسهل الموضوع، حتى الاجهزه الكهربائيه ما نشغلهاش. هحط كمان معلقه من العسل الاسود اللي هتدينا لون مميز جدا للبسكوت وطعم كمان مختلف ولذيذ قوي. انا كده اخدت السوائل كلها تمام. هدي ذره الملح برضو في السائل علشان تختلط معانا كويس قوي، وهي زي ما بنقول ذره على طرف المعلقه بالشكل ده. حلو قوي، خلصنا خلاص وده القوام المطلوب. لينا بقى نشيل ده خالص المضرب، ونلبس جلافز بقى علشان هنبتدي نلم العجينه بايدينا. احنا ممكن بدل ما الفرن فاضي تعالوا نحط بقى بسكوت الشوكولاته يستوي. احنا عندنا هنا كده مجهزين شويه تمام، وهوريكم التشكيل بتاعهم قد ايه سهل تمام. فهاخد اللي انا مشكلاه ده وابتدي ادخله على نفس درجه الحراره 170 على الرف الوسطاني، والفرن شغال من قبليها بربع ساعه علشان اسوي البسكوت. هنا بقى تعالوا بينا بقى، احنا ممكن ما نحتاجش الطبق ده خالص، احنا على نفس الطبق اللي احنا اشتغلنا فيه. هظبط بس المقدار ده، المقدار ده كوبايتين ونص بالظبط، وهاخد معلقه كبيره من البيكنج باودر، وتكون معلقه كبيره ممسوحه. طبعا الافضل ان يكون معلقه معياريه تمام، فهاخد معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر، هقلبها مع الدقيق كويس. حلو قوي. تعالوا بينا بقى ناخد خليط الدقيق اللي فيه البيكنج باودر على الخليط السائل اللي عندنا، وبإيديا برضو هبتدي ألم العجينة. احنا بنحاول نلم العجينة بدون ما نعجن. المقدار هنا مظبوط بالملي. طيب لو حد لقى ان العجينة طالعة مفرولة معاه، مش عايزة تتشكل العجينة مفرولة، نقدر نزود معلقة واحدة من اللبن ونجمع العجينة بتاعتنا. لو اتجمعت خلاص احنا كده زي الفل. ريحة العجينة هنا مختلفة تماما، معلقة العسل الاسود مديها طعم ولون بجد في منتهى الجمال. شايفين؟ بصوا العجينة قد ايه جميلة، قد ايه سهلة التشكيل وناعمة وحلوة قوي. بصوا اهي عجنينها على الهواء مع بعض، المقادير مظبوطة بالشعرة. بصوا كده اهي
عجينة ناعمة ومميزة جدا جدا. تعالوا بينا بقى ايه ناخد العجينة بتاعتنا دي ونحضر كده كيسين تلاجة نفتحهم علشان نبتدي ان احنا نفرد العجينة بتاعتنا عليهم. بسم الله النشابة كمان. هبتدي اخد العجينة كده اخد منها جزء. ما شاء الله بجد العجينة تحفة معجونة قدامنا من الألف للياء. وهبتدي افردها. وعشان تسهل معايا الفرد هغطيها تاني بكيس بلاستيك وابتدي افردها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسمك يعني اقل من نص سنتي بحاجة بسيطة. هحضر قطاعة مدورة او كوباية اللي متوفر عندي تمام علشان ابتدي اقطع بيها البسكوت ويطلع كله قد بعضه. انا محتاجة ان كل البسكوتات تبقى قد بعضها بالظبط. اعتقد كده السمك حلو جدا. ودايما زي ما قلت لكم بنمشي ايدينا على العجينة بتاعتنا. لو لقيناها كلها سوا واحد فكده احنا شاطرين وتمام التمام. هحضر صاج وبنفس النظام دهنة خفيفة بالزيت علشان البسكوت ما يلزقش معانا. نوزع كده معلقة الزيت كويس. حلو قوي. وابتدي اجيب القطاعة. عندنا قطاعة مدورة؟ عندنا. ما عندناش كوباية وهنمشي بيها يعني. انتوا عاملين التشكيل بانهي بالكبيرة؟ يا ريهام هي دي القطاعة بتاعتنا؟ هي دي؟ تمام. زي ما قلت لكم هنقطع بقطاعة. طب لو ما عندناش قطاعة نقدر نستخدم كوباية اللي متاح. اهم حاجة تبقى الدايرة بتاعتنا كلها او الدوائر كلها قد بعض. بصوا لا دي مش جاية. هبتدي بقى بالراحة كده اخد البسكوتات وارصها في صاج الخبز. برضو زي اي عجينة بسكوت ممكن نريحها 10 دقايق ربع ساعة في التلاجة تمام عشان العجينة بس تشد معانا شوية. انما هي زي الفل مفيش اي مشكلة. العجينة بقى اللي هتتجمع معانا هحطها على التانية وابتدي ان انا افردها مرة تانية واشتغل بيها لغاية ما اخلص كل كمية عجينة البسكوت. نبص على اللي في الفرن. ياه في التوقيت المناسب. بس محتاج كده لفة بس في الفرن ودقيقتين وطلع على طول. زي اي بسكوت بنسيب مسافات ما بين البسكوتة والتانية علشان برضو هينفش معانا شوية. وهكذا لغاية ما نخلص كل المقدار. تمام بقية العجينة اللي احنا قلنا عليها دي هحطها على التانية واخدهم واشكلهم تاني مع بعض وهكذا لغاية ما كل مقدار العجينة بتاعتنا ينتهي. تعالوا نطلع بقى اللي في الفرن. ما شاء الله بصوا الجمال بتاع البسكوت.
تحفه بالشكل ده، شايفين؟ هبتدي بقى اخد الشوكولاته السايحه، شوكولاته خام سايحه، احط كده في النص عشان الزق اتنين مع بعض بالشكل ده. وبعدين هبتدي اسقط البسكوته كلها في الشوكولاته وارفعها، ونصفيها بقى من اي شوكولاته زايده. ممكن ناخدها كده نحطها بقى على الشبكه براحتها خالص، تسقط الشوكولاته الزايده، والشوكولاته اللي هتسقط منها ما بتترميش، بنجمعها في الاخر من الطبق ونسيحها تاني. تعالوا نكمل كده. يبقى البسكوته كده بحط في النص شويه من الشوكولاته، اوزعها عشان اعرف الزق الاتنين مع بعض، وبعدين بنزلهم في الشوكولاته. عايز اقول لكم بسكوت مفيد جدا للولاد، الشوكولاته الدارك بتبقى مفيده جدا، واحنا عاملين البسكوت بمكونات لذيذه قوي وفي عسل اسود، فالموضوع حلو جدا جدا. افتكرتوا البسكوت ده يا جماعه؟ يلا اللي هيعرف اسمه نديله جايزه. اعتقد بقى ولا اسهل من كده. الشوكة هنا يعني ضرورية جدا، لانها برضو بتصفي معانا اي شوكولاتة زيادة، بتصفيها معانا كده. عندنا بقى كمان لو عندنا شوكولاتة بحليب فممكن نسيحها ونعمل ريجة بسيطة. عارفين نسيحوها في نفس الكيس اللي انت شارينها فيه. هات الشوكولاتة رفيعة كده، في شوكولاتات انواع كتير بتبقى رفيعة كده وسادة ما فيهاش اي مكسرات، بحطها في مية سخنة بكيسها زي ما هي كده. انا اشتريتها غسلتها حطيتها بكيسها في شوية مية سخنين مش مغليين، وبعد كده هتلاقيها ساحت. افتحي فتحة صغننة كده بالمقص وابتدي اعملي بيها ريجة. اعتقد طريقة سهلة خالص وبسيطة اي حد يقدر يعملها. عايزين نتابع اللي في الفرن. زي الفل. تقلي كده، الطريقه وضحت جدا جدا، خطيره وسهله وبسيطه. والله يعني كل اللي احنا بنعمله ده مش هياخد منك 10 دقائق، ربع ساعه بالكتير، نص ساعه لو هتضاعفي المقدار. وتقدري بقى البسكوت دي كل يوم للولاد، بسكوته في لونش بوكس، تحطي بسكوته في الفطار كده مع مشروب انت بتحبيه، فالدنيا هتبقى لذيذه. فتعالوا ناخد كده الكورنيه ده ونبتدي بقى بالراحه كده نعمل ريجة. زي ما قلت لك لو شوكولاتة حليب هتبقى لطيفة جدا، لونها هيبقى أوضح كمان من الشوكولاتة الدارك على الشوكولاتة الدارك. طبعا مع التكييف على طول بتجمد، بس كده. ادي شكل البسكوت، نسيبه يبرد ويتحط في علبة ويتحط في التلاجة وناخد منه وقت ما احنا عايزين. لذيذ، طعمه حلو قوي، وطريقته سهلة زي ما انتم شايفين. انا هستنى بس يبرد شوية كده علشان ابتدي احطه جنب اخواته. بصوا كده تحفة، ده عملناه وخبزناه وشكلناه وزيناه مع بعض على